بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة 1 من 100، يشرح فيها رنم في الجهة اليمنى مسابقة رواية 6 شامية، 10 مراحل، كل مرحلة 10 حلقات، في كل حلقة 5 أسئلة، مجموع الأسئلة 500 سؤال، من يجيب عنها سيرشح لجائزة 1,000,000 جنيه أو أقل شيء، يستفيد 10 أضعاف اشتراكه في المسابقة. نبدأ. أنا رنم، كما تعرف اختصار من رواي، راوي ناقد مجتمعي، أكتب في هذه الجهة من الصفحات، أساعد من يرغب أن ينشئ محفظة في منصة كتيب استثمارات رواية كار. أنا رحل مرة أخرى، وعدتكم قراء روايتي، رواية 6 شامية، فهي ليست سيرة ذاتية لأي أحد، في المقابل أبطالها هم 6 شامية، أب وأم 6 شامية رحمهم الله، ابن 6 شامية الوحيد، طبعا هنا 6 شامية رحمه الله، وابنها الوحيد هو نايد ناصر، يوجد له فيديو، والد رحل حفظهم الله. وأنا رنم، لسهولة المتابعة ابدأ القراءة مع رحل. يجب أن تقرأ ما يقوله أو ما يكتبه رحل. بعد 10 إلى 30 ثانية سيتم إعادة الشريحة لتعاود قراءة معي رنم. شريحة عرض SH، عدد كلمات شريحة SWC، عدد شرائح حلقة SSC، وقت قراءة شريحة SRT. أنا رحل مرة أخرى، نكمل لكم الأبطال، أبطال رواية 6 شامية، وفيهم ابن واحد لرحل وزوجته وبنته وابنه، ابن 2 لرحل وزوجته وبنته وابنه، ابن 3 رحل. وأنا رنم، لسهولة المتابعة عليك أن تقرأ ما يقوله رحل أو ما يكتبه رحل. بعد 10 إلى 30 ثانية سيتم إعادة الشريحة لتعاود القراءة معي رنم. شريحة عرض SH3، عدد كلمة شريحة واحدة SWC، عدد شرائح حلقة SSC، وقت قراءة شريحة SRT. أنا رحل مرة أخرى، نكمل لكم رواية 6 شامية. قبل أن أبدأ سأسألكم سؤال، هل وعدتكم أن تكون رواية 6 شامية 100 حلقة ومسلية؟ إذن يجب علي أن أوفي بوعدي. وأنا رنم، ولسهولة المتابعة يبدأ القراءة مع رحل. بعد 10 إلى 30 ثانية سيتم إعادة الشريحة لتعاود قراءة معي رنم. شريحة عرض SH، عدد كلمة شريحة SWC، عدد شرائح حلقة SSC، وقت قراءة شريحة SRT. أنا رحل مرة أخرى، نكمل لكم رواية 6 شامية. إذا مسابقة من سيربح 1,000,000 مسلية. إذا كنت لا توافق لا تشترك في منصة كار. إذا كنت موافق اشترك في منصة كتيب استثمارات رواية كار.
وأنا رنم لسهولة المتابعة أبدأ القراءة مع رحن، بعد 10 إلى 30 ثانية سيتم إعادة الشريحة لتعاود قراءة معي. رنم شريحة عرض اس اتش، عدد كلمات شريحة اس دبليو سي، عدد شرائح حلقة اس اس سي، وقت قراءة شريحة اس ار تي. أنا رحن مرة أخرى، نكمل لكم رواية ست شامية. رواية ستي أنا فيها حلمي أنا، منصة كار ستكون حاضنة لروايات أخرى، وأيضا رواية ست شامية هي حاضنة لروايات أخرى. رواية ستي أنا حتى يتحقق لراويها الفوز وربح مليون، وربح مليون. وأنا رنم لسهولة المتابعة يبدأ القراءة مع رحن، بعد 10 ثواني إلى 30 ثانية سيتم إعادة الشريحة لتعاود القراءة معي. رنم شريحة عرض اس اتش، عدد كلمات شريحة، عدد كلمة شريحة وكلمات شريحة واحد اس دبليو سي، عدد شرائح حلقة اس اس سي، وقت قراءة شريحة اس ار تي. وأنا رنم كما تابعت هذه الحلقة أنت تعلمت كيف تتابع حلقات رحن، سنستمر بنفس الطريقة وكل نهاية حلقة تجاوب على الأسئلة، عدد 5 أسئلة. السؤال الأول، ما هو رقم هذه الشريحة؟ الجواب 14 اس اتش 14. ما عدد كلمات هذه الشريحة؟ الجواب 120 لو عددت الكلمات التي هنا التي قالها رحل. وأنا رنم كما تابعت هذه الحلقة أنت تعلمت كيف تتابع حلقات رحل المكتوبة هنا، سنستمر بنفس الطريقة وكل نهاية حلقة تجاوب على الأسئلة، هنا 3 أسئلة تكملت 5 أسئلة. كم عدد شرائح هذه الحلقة؟ الجواب 15، لأن هذه الشريحة بعد 14، المجموع 15 شريحة. ما هو الوقت اللازم لقراءة شريحة الجواب؟ ما هو الوقت اللازم لقراءة شريحة واحدة؟ الجواب من 10 إلى 30 ثانية، 30 ثانية. ما هو الوقت اللازم لقراءة الحلقة؟ الجواب ضرب 30 ضرب 15 450 ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.